نستكمل مع بعض يا دكاترة الفارماكوكاينيتكس. آخر مرحلة بقى في رحلة الدواء داخل الجسم هي مرحلة الإليمينيشن. الإليمينيشن ده يا دكاترة ده مصطلح كبير بيشمل، المفروض يعني بيشمل البايو ترانسفورميشن وبيشمل الإكسكريشن، عملية الإخراج. يبقى أنا لما أقول إليمينيشن يبقى عملية التخلص من الدواء، تعرفها it is the process involved in the elimination of drugs from the body، التخلص من الدواء. التخلص من الدواء دي بتشمل حاجتين، البايو ترانسفورميشن والاكسكريشن. ومش بس كده، دي بتشمل كمان الكاينيتيك كاركترستكس. الكاينيتكس يعني الخصائص بتاعه عمليه الاليمينيشن دي، اللي هي هنعرفها ان شاء الله، اللي هي حاجه اسمها الكليرنس بعد كده. المودز او الميثودز اوف اليمينيشن زي ما قلت بتشمل البايو ترانسفورميشن ثم الاكسكريشن. الاكسكريشن ده ممكن بيبقى مينلي عن طريق الكدني، اغلب الادويه بيحصل لها اخراج في البول عن طريق الكدني، بس ده لا يمنع ان ممكن في ادويه بتخرج عن طريق البايل. طبعا البايل يعني بتنزل في الاستول. في ادويه بتخرج عن طريق اللانجز، الرئه بتخرج مع النفس، وفي ادويه بتخرج مع العرق السويت، وفي ادويه بتخرج مع اكسكريشن عن طريق السلايفا. يعني ميثودز اوف اكسكريشن كتيره خالص، بس اهمهم عن طريق الكدني. نخلي بالنا من حاجه يا دكاتره، ان الدواء انا قلت عشان يحصل له اكسكريشن لازم يبقى ووتر سوليبل، بمعنى ان هو ايونايزد. يبقى الدواء لما يروح للكدني ويدخل جوه الكدني ويبقى ووتر سوليبل، ده خلاص هيكمل وينزل في اليورين ويخرج بره الجسم. لكن لو راح للكدني والكدني اكتشفت ان هو لسه ليبيد سوليبل، هتروح مرجعاه للجسم تاني. يحصل حاجه اسمها عمليه باسيف تيوبولار ري ابزوربشن، اعاده امتصاص، وترجع الدواء من اليورين ترجعه للبلد تاني، تقول له لا انت مش هينفع تنزل بالمنظر ده، ترجعه للدم عشان الليفر يروح يشتغل عليه ويحوله من ليبيد سوليبل الى ووتر سوليبل. نخلي بالنا بقى ان في بعض الادويه بتدخل الجسم في صوره ليبيد سوليبل، ده ممكن يدخل الجسم ويخرج منه من غير ميتابوليزم، ده بنسميه unchanged. unchanged يعني ما لعبناش في الاستراكشر بتاعه ولا في التركيب الكيميائي بتاعه. زي ما دخل الجسم هو داخل اصلا ووتر سوليبل، فالدواء اللي بالمنظر ده زي اللي انا معلم عليه ده بيعدي، يعني بيمر مرور الكرام كده، لا بيحصل له ميتابوليزم ولا حاجه، ويروح يحصل له اكسكريشن في الاخر زي ما هو كووتر سوليبل. يبقى لو الدواء ووتر سوليبل من الاول يبقى ده مش هيحتاج الى عمليه الميتابوليزم. وكده تخلي بالكم من حاجه يا دكاتره، مش لازم الدواء الووتر سوليبل يحصل له الاربعه بروسيسز بتاعت الكاينيتكس. احنا الاربعه بروسيسز اللي هم اللي بيحصلوا مع اغلب الادويه، الابزوربشن الديستريبيوشن الميتابوليزم والاكسكريشن. الدواء الووتر سوليبل يحصل له ابزوربشن ديستريبيوشن، لكن ما يحصلوش ميتابوليزم، وفي الاخر يحصل له اكسكريشن. يبقى حصل له ثلاث حاجات بدل اربعه. ده برضو ده مثال على، فاكرين انتوا لما قلت الادويه اللي بتتاخد انتروفينوس دي قلنا مش بيحصل لها ابزوربشن، بيحصل لها ثلاثه بروسيسز بس، ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن. في حته برضو نخلي بالنا منها يا جماعه، المفروض ان الدواء لما بيحصل له اليمينيشن بالبايو ترانسفورميشن والاكسكريشن، المفروض ان دوره بينتهي وخلاص وتاثيره بيختفي من الجسم. ولكن الحته دي بقى نخلي بالنا منها، اللي هي الكلينيكال كورليشن. في بعض الادويه على الرغم ان حصل لها اليمينيشن، الا ان تاثيرها بيفضل مستمر حتى بعد اختفائها من الجسم. الادويه دي انتوا عارفين بنسميها ايه؟ بنسميها هيت اند ران دراجز. هيت اند ران يعني اضرب واجري، يعني الدواء عمل التاثير بتاعه وجري اختفى خلاص، لكن تاثيره فضل مستمر حتى بعد اختفائه من الجسم. الادويه دي زي مين؟ زي مثلا الاسبرين. الاسبرين ده دواء اللي احنا بنستخدمه كمسكن للالم، او زي مجموعه من الادويه اسمها بروتون بامب انهيبيتورز، اللي هي بتستخدم في علاج قرحه المعده ان هي بتقلل افراز الحمض اللي هو الاتش سي ال. المونو امين اوكسيديز انهيبيتورز، ادويه بتعمل انهيبيشن للمونو امين اوكسيديز انزيم. كل الامثله دي ادويه بتعمل ايرريفرسبل انهيبيشن. طبعا الريفرسبل احنا شاطرين انتوا دلوقتي وعارفين يعني ايه ايرريفرسبل، يعني بيروح للانزيم ويمسك فيه ويخليه انهيبيتد الى ما لا نهايه لغايه لما يتكون انزيم جديد. طبعا الاسبرين مثلا او البروتون بامب انهيبيتور، لو ان شاء الله لما ناخد في الجي اي تي قدام هنلاقي ان التي هاف بتاعته يعني فتره تواجده في الجسم قصيره، بتبقى ساعات معدوده، ساعتين ثلاثه مثلا، فالمفروض تاثيره بيبقى شورت. ده المنطقي، ان طالما هو فتره تواجده في الجسم قصيره يبقى تاثيره قصير. لكن لا، وجدوا ان تاثيره بيمتد ل 24 ساعه.
على الرغم ان هو اختفى من الجسم. ليه؟ لان هو عمل irreversible للانزيم، ساب البصمة بتاعته، ساب الاثر بتاعه واختفى، ومش الدواء ولكن يبقى الاثر بتاعه، ودي اسمها hit and run drugs. دي ممكن تخلي بالنا ان الاليمينيشن بتاعها على الرغم ان الدواء عمل له اليمينيشن لكن لسه تاثيره مستمر. نبدا باول نوع من انواع الاكسكريشن. احنا قلنا اكتر حاجه واشهر حاجه عن طريق الكيدني، وده بنسميه رينال اكسكريشن. قبل بس ما نقول البروسيسز اوف رينال اكسكريشن، نعرف بس الكيدني او الفانكشنال يونت بتاعت الكيدني اللي هي النفرون دي عباره عن ايه. الكيدني بتاعتنا يا جماعه بتتكون من الوحده الوظيفيه بتاعتها اللي هو النفرون. النفرون ده بيبدا ببومانز كبسول، بعد كده الجزء اللي هو ده اسمه بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز، بعد كده حاجه اسمها لوب اوف هينل، بعد كده ديستال كونفوليوتد تيوبيول، بعد كده كوليكتنج تيوبيولز. الاوعيه الدمويه البلاد فيسلز بتدخل جوه البومانز كبسول وبتعمل لي كده كلكيعه من البلاد فيسلز اسمها جلوميرولس. لو انا جبت الرينا النفرون ده ورحت فردته كده، هنلاقي ان البروسيسز اوف رينال اكسكريشن بتشمل ثلاث حاجات. حاجه اسمها جلوميرولار فلتريشن، ان بيحصل فلتره للادويه عن طريق الجلوميرولاي، تتفلتر وتدخل داخل الرينال تيوبيولز، او ان الادويه ما تجيش من طريق الجلوميرولاي وتيجي مباشره من الدم اللي ماشي جنب الرينال تيوبيولز، يحصل عمليه حاجه اسمها اكتيف تيوبيولار سكريشن، يعني يحصل اكتيف سكريشن للادويه الى الرينال تيوبيولز. طبعا اكتف دي عارفينها احنا من المره اللي فاتت، يعني اكتف ترانسبورت يعني بيحتاج الى ترانسبورتر، بيحتاج الى شيال، وبيحتاج الى انرجي، وبينقل الدواء من تركيز قليل لتركيز اعلى. في حاجه ثالثه بقى بتحصل اللي هي الباسيف تيوبيولار ري ابزوربشن، ان ممكن بعض الادويه زي ما قلنا لو هي لسه ليبت سوليبل، بعد ما نزلت في الرينال تيوبيولز الكيدني هتشيك عليها، لقيتها لسه ليبت سوليبل، تروح مرجعاها للجسم تاني، ودي عملية اسمها passive tubular reabsorption. passive يعني مش بتحتاج الى energy، مش بتحتاج الى transporter. طيب اللي هينزل بقى في اليورين هيكون ايه؟ هيكون حاصل التلاتة processes دول مع بعض. يعني انا بشوف الدواء حصل له filtration وحصل tubular secretion، بس في جزء حصل له reabsorption. النت ريزلت هي اللي هتنزل في اليورين. طبعا الدواء عشان ينزل في اليورين قلنا لازم يبقى ايونايزد او ووتر سوليبل. عشان كده هنا هتلاقوا مكتوب يا دكاتره البروسيسز جلوميرولار فلتريشن اكتيف تيوبولار سكريشن، والاثنين دول بينزلوا الدواء في اليورين. في واحده بقى العكس بتسحب الدواء من اليورين ترجعه للدم اسمها باسيف تيوبولار ري ابسوربشن. الاليمينيشن بقى والاكسكريشن هو عباره عن بجمع الجلوميرولار فلتريشن، الدواء اللي حصل له فلتريشن، والدواء اللي حصل له تيوبولار سكريشن، واطرح منهم الجزء اللي حصل له ري ابزوربشن، المحصله النهائيه تطلع عندي قد ايه من الدواء نزل في اليورين. نيجي بقى للفاكتورز افكتنج رينال اكسكريشن، ايه الحاجات العوامل اللي بتؤثر على الرينال اكسكريشن؟ طبعا اول حاجه واهم حاجه الليبيد سوليبيليتي، زي ما احنا شفنا الدواء عشان ينزل لازم يبقى ووتر سوليبل، فالدواء اللي ليبيد سوليبل لا ده مش هينزل ولازم يرجع للجسم تاني عشان نحوله الى ووتر سوليبل. خلي بالكم يا جماعه الدواء كلمه ان ايونايزد يعني ما عليهوش شحنات، يعني تساوي ان هو ليبيد سوليبل، يبقى الدواء اللي هو الليبيد سوليبل والان ايونايزد لا ده هيحصل له تيوبولار ري ابزوربشن ويرجع للجسم تاني. الحاجه الثانيه البلازما بروتين بايندنج، طبعا الدواء اللي ماسك في البلازما بروتينز اكيد مش هيعرف يتفلتر، مش هيعرف ينزل في اليورين. زي الصوره دي يا دكاتره، ادي البلاد ماشي فيه الدواء، في منه جزء فري وفي جزء ماسك في البلازما بروتينز، اللي هيتفلتر الفري الحر الطليق، لكن اللي متكلبش في البلازما بروتين ده مش هيعرف يتفلتر. ليه؟ لان البلازما بروتين مقيده، عامله له تقييد للحركه بتاعته شويه مش هتخليه يعرف يتفلتر. presence of other drugs، طبعا احنا قلنا ان في عمليه الترانسبورت دي خاصه الاكتيف تيوبولار سكريشن دي ترانسبورت وبيحصل من خلال ترانسبورتر، فممكن أدوية تتنافس على الشيال، هو شيال واحد موجود جاي دوايين ثلاثة هتحصل خناقة ما بينهم على الشيال. في مثال مشهور جدا مادة كيميائية اسمها بروبنسيد، دي مادة كيميائية بتتنافس مع البنسلينز اللي هي المضادات الحيوية على الكارير أو على الترانسبورتر، فطبعا ممكن تحصل بينهم منافسة فتؤدي إلى إن البروبنسيد يقلل من إفراز البنسلين يبقى في اليورين، وبالتالي البنسلين كده هيقعد فترة أطول في الجسم
وخلي بالكم ده مثال على الدراج بوتنشيشن. ارجعوا كده للفارماكو داينامكس، قلنا ان الدراج بوتنشيشن دي معناها 0 زائد 1 الناتج يطلع اكتر من 1. هنا بقى البروبينسيد ده 0 ملهوش اي انتي بكتيريال اكتيفيتي، لكن البنسلينز ليها انتي بكتيريال اكتيفيتي بتموت البكتيريا. طب لما احطهم مع بعض هلاقي ان تاثير البنسلين زاد. طب زاد ليه؟ لان البروبينسيد قلل من الاكسكريشن بتاعه فزود من فتره تواجده في الجسم ففعاليته زادت وتاثيره زاد على البكتيريا. حته البي اتش اوف يورينري تيوبيولز دي مهمه قوي، تخلي بالكم منها يا دكاتره، ودي يمكن اتكلمنا عنها في الابزوربشن. الدواء يا جماعه لما يبقى دواء اسيدك وحطه في ميديم اسيدك زيه يبقى ان ايونايزد. طب طالما ان هو ان ايونايزد يعني ليبيد سوليبل يعني يمتص، تمام، والعكس صحيح. تعالوا بس نشوف كده جدول انا عامله لكم حلو عشان يفهمنا الكلام اللي مكتوب هنا ده. لو انا عندي اسيدك دراجز زي الاسبرين والباربيتيوريتس، وخلي بالكم من الامثله دي عشان بتيجي كتير في الامتحانات، ادويه اسيدك. طيب الادويه الاسيدك دي لما احطها في اسيدك ميديم عن طريق ان انا اعمل او استخدم اسيديفاينج ايجنت، يعني انا لو جبت ماده بتخلي الميديم اسيدك زي الامونيوم كلورايد او الفيتامين سي، فيتامين سي ده اللي هو الاسكوربيك اسيد، اسيد يعني اسيدك. لو انا عملت اسيديفيكيشن لليورين يعني خليت اليورين اسيدك، طب الدواء الاسيدك لما احطه في ميديم اسيدك يحصل ايه؟ الابزوربشن يزيد والاكسكريشن يقل. بمعنى ان انا لو خدت فيتامين سي مع الاسبرين اورالي هينزلوا في الجي اي تي هيزود من امتصاص الاسبرين، امتصاصه يزيد. طب لو انا اديت الادويه دي الاسبرين لما يروح للكيدني بقى عشان يحصل له اكسكريشن ايه الاخبار؟ لو انا عملت اسيديفيكيشن لليورين، طبعا دواء اسيدك في اسيدك ميديم يبقى هيبقى ان ايونايزد يعني هيبقى ليبيد سوليبل يعني هيرجع للجسم تاني، يعني الاكسكريشن بتاعه هيقل، تمام. طيب العكس بقى، لو انا الاسيدك دراجز دي استخدمت معاها الكالينايزنج ايجنتس يعني حاجات بتعمل الكالينايزيشن زي الصوديوم بايكربونات، ايه الظروف بقى على مستوى الابزوربشن وعلى مستوى الاكسكريشن؟ طبعا الاسيدك دراج لما احطه في الكالاين ميديوم، ميديوم معاكسه ليه، الايونايزد فورم هتزيد يعني الووتر سوليبل فورم هتزيد، يبقى معنى كده امتصاصه هيقل لكن الاكسكريشن هيزيد. خلي بالكم الامتصاص ده عايز الدواء يبقى ليبيد سوليبل، الاكسكريشن ده عايز الدواء يبقى ووتر سوليبل. طب انا هنا عندي ووتر سوليبل الدواء امتصاصه هيقل من الجي اي تي لكن الاكسكريشن بتاعه هيزيد من الكدني. طبعا دي بتخلينا نقدر نستخدم المعلومه دي في علاج التوكسيسيتي بتاعه الاسيديك دراجز. يعني انا لو عندي توكسيسيتي من الاسبرين، واحد جاي لي الاستقبال في المستشفى بتسمم من الاسبرين، اروح اديله على طول صوديوم بايكربونات، فوار يشربه واديله صوديوم بايكربونات في الوريد. الفوار اللي هيشربه هينزل في الانتستين يقلل الامتصاص بتاعه، والصوديوم بايكربونيت اللي هحقنه في الوريد هيروح للكدني يخلي البي اتش بتاعت اليورين الكالاين. فكده الاسبرين لما يروح لليورين ويلاقي البي اتش الكالاين يبقى كده هيبقى ايونايزد، وطالما بقى ايونايزد يعني ووتر سوليبل يعني الاكسكريشن بتاعه هيزيد. يبقى انا دي استفدت منها في علاج التوكسيسيتي، يبقى انا كده هقلل امتصاصه وهسرع من خروجه من الجسم، يبقى كده هساعد في علاج التوكسيسيتي. نفس الكلام هيبقى هنعكسه مع البيزك دراجز، الادويه اللي هي الالكالاين زي الاتروبين زي المورفين وزي الامفيتامينز. طيب دي لما احطهم في اسيدك ميديوم، طبعا دواء الكالاين في اسيدك ميديوم هيبقى ايونايزد، يبقى امتصاصه يقل لكن الاكسكريشن يزيد. ودي تنفع في التوكسيسيتي، لو انا حصل عندي توكسيسيتي هستخدم اسيديفاينج ايجنت مع البيزك دراجز. لو عملت الكالينايزيشن يبقى بيزك دراج في الكالاين ميديوم، يبقى الدواء ده هيبقى ان ايونايزد يعني ليبيد سوليبل، يبقى امتصاصه حلو من الجي اي تي لكن الاكسكريشن بتاعه هيقل. يبقى خلاصه الكلام يا دكاتره، لو انا حصل عندي توكسيسيتي باسيدك دراج اعمل الكالينايزيشن اوف يورين، لو حصل توكسيسيتي ببيزك دراج اعمل اسيديفيكيشن اوف يورين، هنا ازود الاكسكريشن وهنا ازود الاكسكريشن. نحفظ كويس قوي الامثله على الاسيديفاينج ايجنتس والالكالينايزيشن ايجنتس والادويه الاسيدك والادويه البيزك. بعد كده المولكيولار ويت اوف ذا دراج، طبعا المولكيولار ويت اللي هو حجم الدواء، اكيد طبعا كل ما الدواء يبقى حجمه كبير
كل ما هو مش هيحصل له فلتريشن، لان الدواء عشان يتفلتر لازم يبقى ليه حجم معين عشان يقدر يعدي من البلاد فيسلز ويروح للرينال تيوبيولز في المنطقه دي. عشان يعدي من البلاد فيسلز ويروح للرينال تيوبيولز لازم يبقى ليه حجم معين، لو حجمه كبير مش هيعرف يتفلتر ومش هيعرف يعدي من الفتحات بتاعه البلاد فيسلز اللي بتعمل فلتريشن. الرينال بلاد فلو طبعا اكيد البلاد سبلاي بتاع الكيدني، كل ما الرينال بلاد فلو يزيد كل ما عمليه الفلتره تزيد، كل ما عمليه الاكسكريشن تزيد في تناسب طردي. الهيلث ستيت اوف ذا كيدني، اكيد طبعا الكيدني لو سليمه وحلوه هتعمل اكسكريشن للادويه كويس، لكن لو الكيدني تعبانه واحد عنده رينال فيلير طبعا اكيد افراز الادويه هيقل. فعشان كده نخلي بالنا من الحته دي، في لما اجي اكتب دواء هكتب دواء العيان عنده رينال فيلير يبقى لازم اقلل له الجرعه شويه، خصوصا لو انا عارف ان الدواء ده بيحصل له اكسكريشن مينلي عن طريق اليورين. فكده لو اديت له الجرعه العاديه هتتراكم في الجسم وتعمل له توكسيستي، لازم اقلل له الجرعه شويه. في سطرين كده مكتوبين في وسط الكلام ان عمليه الفلتريشن اللي هي اللي قلنا عليها دي نون ساتيورابل، يعني مش بيحصل فيها ساتيوريشن لان دي ما فيه مش بتعتمد على ترانسبورتر. الساتيوريشن ده زي ما هنعرف قدام شويه بيحصل لو عمليه البروسيس دي بتحصل بترانسبورتر، فالشيال ده ليه قدره معينه، لو انا زودت كميه الدواء عن قدره الترانسبورترز دي هيحصل تشبع في الترانسبورترز. فهنا عشان مش بتعتمد على ترانسبورتر فهي نون ساتيورابل. الادويه اللي هي الايونايزد والنون ايونايزد على حد سواء بيحصل لها فلتريشن عادي خالص، بس هي بتفرق في بعد كده. لو الدواء ايونايزد يعني ووتر سوليبل هيكمل ويحصل له ينزل في اليورين، لكن لو الدواء نون ايونايزد هيحصل له ري ابزوربشن ويرجع للجسم تاني. فهي مش هتفرق سواء هو ايونايزد او نون ايونايزد، لكن اللي بيحدد بقى عمليه الفلتريشن هي البلازما بروتين بايندنج، الدواء اللي ماسك في البلازما بروتين مش هيعرف يحصل له فلتريشن. بعد كده نسيبنا من الرينال اكسكريشن ندخل على البيلياري اكسكريشن. طبعا في بعض الادويه بتفرز في البايل وتنزل في الاستول، زي ما شفنا في الصوره اللي عدت دي ان عمليه الاكسكريشن ممكن تحصل في اليورين عن طريق الكيدني او في البايل عن طريق الجي اي تي وتنزل في الاستول، ودي بتحصل اكتر مع الادويه الكونجوجيتد في الليفر مع الجلوكيورونيك اسيد تحديدا، هي اللي بيحصل لها مين لبيلياري اكسكريشن. ونخلي بالنا من عمليه الدي كونجوجيشن دي ممكن تحصل، ودي اللي هي الانتير وهيباتيك سيركيوليشن اللي اتكلمنا عليها قبل كده. بالمونري اكسكريشن بيحصل عن طريق اللنجز مع الانهاليشنال انستيك دراجز. الانستيك دراجز اللي هي ادويه التخدير في منها حاجات بتتاخد في الوريد اسمها انترافينوس انستيك دراجز، وفي منها حاجات انهاليشنال. زي ما بنشوف في العمليات الجراحيه المريض بيبقى نايم والدكتور حاطط عليه ماسك، الماسك ده العيان من خلاله بيتنفس مخدر كلي بيعمل له التخدير اللي هو البنج وبيخليه نايم وفاقد للوعي، ده اسمه انهاليشنال انستيك. طبعا ده بيحصل له اكسكريشن عن طريق اللنج، يعني اول ما الدكتور يشيل الماسك تلاقي الدواء خرج مع النفس ويبدا خلاص كده حصلت له عمليه اكسكريشن ويبقى تخلص منه الجسم ويبدا العيان يفوق. او بعض الفولاتايل ايجنتس يعني المواد المتطيره زي الكحول طبعا، وطبعا هم استغلوا الحكايه دي ان الكحول بيحصل له اكسكريشن في النفس، عملوا حاجه اسمها بريس تيست اختبار للنفس بحيث يعرفوا الشخص ده اذا كان مدمن ولا مش مدمن، لو الشرطه وقفته كده تعمل له بجهاز معين تقيس نسبه الكحول في النفس بتاعه. ده ليه؟ لان الكحول بيحصل له اكسكريشن مينلي من خلال اللنجز. اخر حاجه السليفري سكريشن يعني مع السلايفا، بينزل في السلايفا ويدخل في بقي زي الايودايدز المركبات الايودين، ودواء مشهور خالص اسمه مترونيدازول اللي هو الاسم التجاري بتاعه الفلاجيل. الادويه دي بتعمل حاجه مميزه خالص حاجه اسمها ميتاليك تيست. ميتاليك تيست يعني طعم معدني او مراره في البق كده، دي مشهوره خالص لو حد خد فلاجيل ومش عليه يومين ثلاثه ورا بعض يبدا يحس كده ان في مراره في بقه وفي حاجه كده طعم غريب زي طعم المعدن، زي ما يكون جايب عمله معدنيه جنيه معدن كده ولا حاجه وحاططها في بقك، هو ده الطعم ده والاحساس ده اسمه ميتاليك تيست. ده نظرا لان دي الادويه دي وفرزت وحصل لها اكسكريشن في السلايفا فانا حسيت بالطعم بتاعها. بكده نكون خلصنا يا دكاتره، يا رب تكونوا استفدتوا، اشوفكم على خير المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.